صلى الله عليه وسلم. نبدأ النهاردة حبيب قلب أستاذك في حل اختبار نتمنى من الله عز وجل أن يكون قريب جدا من الاختبارات اللي احنا هنطبعها إن شاء الله يا مهند حبيب أستاذك وأيتن وبراء وكل حبايبي من رابط السفارة بأمر الله تعالى. اكتب برقية لصديق لك تهنئه بحلول شهر رمضان المبارك. احنا منخش على الأسئلة حبيبي، هسأل حبيبي بس دلوقتي عايز أفكرك بالبرقية، مع إنه كل امتحان بفكرك بيها وما تزهقش ما تزهقش حبيبي. التكرار بيثبت المعلومة عند الشطار وانت سيد الشطار كلهم. حبيب قلبي قلنا البرقية بتتكون من ثلاث حاجات، حاجة فوق هنا اليمين فوق كده وتحت خالص وفي النص. اللي فوق هنا بابا بنكتب حاجتين، هنا بنكتب حاجة، هنا بنكتب ثلاث حاجات. هنا حاجتين حبيبي هنسأل أستاذ خضر إيه هما، هيقول لي اسم المرسل إليه وأعمل شرطة. ليه يا مستر؟ لأن أستاذ خضر في الامتحان ده اللي في أكاديمية المستقبل بيقول لك أكتب برقية لصديق لك تهنئه بحلول شهر رمضان المبارك. قال لك اسمه؟ لا يا مستر، أحط نقط حبيبي. طب عنوانه؟ برضو حط نقط حبيبي. السؤال فوق هنا ولا فيه يا جودي اسم المرسل إلي يا قطة ولا فيه عنوانه يا بطة؟ يبقى يا حبيبتي ولا نحط اسم المرسل إليه ولا عنوانه، لأنه لم يذكر في الامتحان يا حبيبتي. هتجيبيه منين؟ إلا إذا قلت لك اكتب برقية لصديقك عمر في مصر تدعوه لزيارة دبي. يبقى على طول اكتب اسم المرسل إليه عمر، عنوانه مصر. شكرا. طيب هنا رقم واحد دي اللي اكتبها، اللي هي حاجة واحدة اللي هكتبها غير الثلاث حاجات اللي هنا. الواحدة هنا ايه؟ موضوع البرقية يا زيدي يا حبيب أستاذك، يا خالد يا حبيب أستاذك، ايه البرقية يا مستر؟ يا احمد يا ابراهيم، هنا بيقول لك تهنئه بحلول شهر رمضان المبارك. اقول له مبارك عليك رمضان. طب لو جه خضر وقال له رمضان كريم، صح؟ كلمات قليله، لان قلت لك حبيبي بيحاسبك حبيبي على الحرف يا روح قلب استاذك. امال الثلاث حاجات اللي تحت اعمل فيهم ايه يا مستر؟ تعالى يا حبيب قلب المستر، هاجي هنا واقول اسم الراسل، عنوانه، التاريخ. ايه؟ هاجي هنا واكتب في اسم الراسل، اكتب احمد ابراهيم السيد محمد عوضين. لا، امال اكتب احمد ابراهيم بس؟ لا، ده احمد ابراهيم نفسه دلوقتي بيقول لي لا يا مستر ما تكتبش اسمي خالص. برافو عليك يا ولد يا احمد، يا دكتور يا جميل. عنوانه، ولا اكتب اسمه ولا عنوانه. التاريخ، تاريخ كتابه الامتحان وهسلمه، التاريخ اللي هسلم فيه الامتحان. شكرا حبيب قلب استاذك. تلك هي البرقيه. امال يتميز الريف؟ ده موضوع تعبير حبيب أستاذك. أفتكر على طول الوحدة الثالثة، ما أجمل أجواء القرية والريف المصري والقرية المصرية وونيس وصفات أهل القرية والمشكلات اللي في القرية وكيفية حلها والمسؤول عن حلها والشباب وما قاموا به في سوق القرية والأسر المنتجة والحاجات اللي عملوها الهند ميد. واكتب يا ابني، اكتب اكتب يا حبيبي اكتب. ويا سلام، واستشهد بابيات رسمت نور شمسا تضحك فوق الدور، طفلا يهدي طفلا ورده رسمت نور، دي كان يركض فوق السور وعلى انيه عصفور. وهكذا حبيب قلب استاذك. استشهد
لازم حبيبي هيجي يا حبيب قلبي، هيجي يا حبيب قلبي في الامتحان لازم يجيب لك موضوع تعبير انت تعرف تكتب فيه بطلاقة. انا هفتح لحبيب الصوت للي عايزه يجاوب معايا، ويلا بينا نبدأ بأحمد إبراهيم حبيبي وأقول له تعالى يا حمادة. ألو تحت أبرك مستر. أيوة موجود. ماشي يا أحمد، لقد بيتني يا أحمد. طيب مفرد معالم إيه يا أحمد؟ معلوم ولا معلم؟ معلم يا ريجا معلم. وجمع شكرا حبيبي، اغلق الصوت يا أحمد. أشكرك يا حبيبي، أشكرك يا ابني يا حبيبي، شاطر شاطر، ممتاز ممتاز. ناخد علي عفيفي، تعالى يا علي، جمع القلعة يا ابني. علي أقبل يا فتى. جمع القلعة. أيوة قلاع. قلاع، شكرا حبيبي، أشكرك يا ابني، أشكرك. براء تعالى، براء حبيبي تعالى يا بابا. لا معنى محمية، أنعم الله عليك. معنى محمية إيه يا حبيبي؟ هي مكان لحماية الحيوانات ولا الطيور ولا كلاهما صحيح؟ كلاهما صحيح. أنت شاطر وجميل، اللي مش عارفها يكتبها، لأن المحمية هي مكان لحماية الحيوانات والطيور والأسماك، ده حاجات كتير، كل الكائنات النادرة حتى نحميها من خطر الانقراض أي الفناء من كوكب الأرض حبيبي وانتهاء جنسها. حبيب قلبي شكرا لك يا بابا، شكرا لك. ناخد حبيب قلبي بعد براء. أيتن حبيبتي تعالي. بما سميت شبه جزيرة سيناء؟ أيتن علي صوتك. نعم علي صوتك يلا يا بطه. ها بما سميت شبه جزيرة سيناء، سميت بإيه يا أحلى دكتورة في الدنيا؟ عروس البحر الأبيض المتوسط. الإسكندرية يا بابا، دي الإسكندرية. يبقى حبيبة قلبي تكتب ورا المستر أيتن حبيبتي، ويعاد شرح درس شرم الشيخ كاملا لأيتن يوم الأحد القادم بأمر الله تعالى. حبيبة قلبي بما سميت شبه جزيرة سيناء، هنشطب على بما وهنشطب على علامة الاستفهام ونقول سميت شبه جزيرة سيناء بأرض الفيروز حبيبة أستاذك. تمام، أذكر أهم معالم شبه جزيرة سيناء. إيه أهم المعالم؟ إحنا أخذنا أيتن. ناخد جودي حبيبتي، تعالي جدة. جودة هنا السؤال بيقول لي يا جودو، أهم معالم سيناء، أهم معالم شبه جزيرة سيناء. يا رب جودي الصوت يفتح. نعم اتفضلي يا حبيبتي، مال صوتك يا جودي النهاردة؟ ألف مليون سلامة يا بطة. أهم المعالم إيه؟ محمية رأس محمد. برافو عليك، أنا سمعت حمام. أول حاجة نقول إيه يا جودة؟ محمية رأس محمد. محمية رأس محمد، وإيه كمان؟ وحمام فرعون وعيون موسى. وحمام فرعون وعيون موسى. الله عليك يا حبيبة قلب أستاذك، شكرا ليك يا قطة، شكرا ليك يا بطة. تعال حبيب قلبي مهند، أقبل يا ولد، أقبل يا فتى. دكتور مهند. حبيبي يا مهند، كما تدرس أنت في الدراسات مع أخي الكريم الفاضل من مبدعي أكاديمية المستقبل معلم الدراسات، درست أن الخريطة لها أربعة اتجاهات رئيسية، ما بنتكلمش عن الفرعية.
كذلك الكلمة في اللغة العربية يا مهند حبيبي، الكلمة عندنا يا مهند لها أربع اتجاهات بس، مش شمال وشرق وغرب وجنوب، لا ده عندنا النوع والمرادف والمضاد والجملة. يلا دكتور متجهة نوعها ايه يا مهند؟ فعل. اوه ليه؟ ليه يا حبيبي فعل وفيها تنوين متجها؟ قول ورايا متجها، نطقت تنوين، شيل التنوين وقول المتجه الى القاهرة يتوجه الى صالة رقم P1، صح كده؟ يبقى حبيب قلبي هي اسم يا بابا، وقلنا من علامات الاسم ان يكون بها الف ولام، او ينفع ادخل لها الالف واللام كمان لو في تاء مربوطه، لو في تنوين، وكمان يسبقها حرف جر. حبيب قلب استاذك، يبقى يا بابا الف ولام وتاء مربوطه وتنوين ويسبقها حرف جر. النوع هنا اسم مرادف ذاهب. ذاهبا، برافو. طب المضاد؟ شكرا ليك عنا، شكرا. ناخد حد تاني. عمر تعالى يا عمر. شكرا مهند، مداخلتك مثمرة. تعالى يا عمر حبيبي. ايوه عايز مضاد متجها. ذاهبا. طب يعني ما ينفعش نقول عائدا؟ أيوة. ما ينفعش نقول راجعا؟ طيب ينفع. حط لي متجها في جمله يلا عمرو وصالح، لان انت ولد مميز. في جمله البطريق متجه شمال الجبل. شمال القطب، جميل يا حبيبي والله وممتاز. طيب بص يا حبيبي، لو قلت البطريق متجها ولا اقول متجه؟ هقول متجه، صح كده؟ مهند شيلها يا مهند من فضلك يا حبيبي، شيل يا مهند من فضلك بسرعه يا حبيبي. يلا اشكرك يا بابا. ما ينفعش يا مهند هنقول كان الأستاذ متجها إلى كذا. حبيبي شكرا لك، حبيبي شكرا لك يا بابا. تعال لي يا زيد. نعم يا مستر. هنخش على القراءة متحررة المحتوى. حبيب أستاذك وحشني قراءتك يا زيد، اقرأها لي بصوت عالي. النيل نهر أوساط أفريقيا، يصب في البحر المتوسط، ويمر بعد الدول منها جمهورية مصر العربية، ومصريون يعرفون فضل النيل ويقدرون فوائده العظيمة، فمن مائه العذب. فمن مائه العذب، العذب هي مائه العذب يشربون ويسقون. تمام. ويسقون دوابهم ومواشيهم ودواجنهم ويرون أرضهم وحدائقهم وينظفون أجسامهم وملابسهم وأدواتهم. يلا حبيبي، يصب النيل يا زيد فين؟ في البحر إيه؟ البحر المتوسط. حبيب قلبي يزيد جميل والله، شكرا حبيبي. بعد زيد حبيبي ناخد مين؟ صرف احمد ابراهيم. حبيب قلبي جنة بديع تعالين، اغلق الصوت يا زيد من فضلك. يس. ازيك يا جنة حبيبة قلبي؟ مضاد كلمة العذب المالح. الله عليكي، جميل جمال مالوش مثال، شطرة بنت حبيبتي، جت على كلمة مضاد وسألت نفسها ده هو عايز العكس.
حبيبة قلبي، فقالت عكس العذب عكس الحلو المالح. ما يلخبطنيش ان هو جايب لي الحلو، لا هو عايز المضاد. شكرا لك يا جنة. تعالى لي يا عمر. اللي فات الصوت اكتمه من فضلك. تعالى لي يا عمر. ينظف يلا حبيبي يا عمر. ينظف الناس نقط ونقط ونقط من مياه نهر النيل. يلا حبيب قلبي بتقرا القطعه، تيجي نقراها سوا. دور على الحته اللي فيها تنظيف. هتبقى فين يا دكتور؟ اهي يا بابا. وينظفون هنا قبل الفاعل هعتبرها ضمير مستتر تقديرها هم يعودوا على الناس، مع انها هنا واو الجماعه لانه فعل من الافعال الخمسه بس هنعديها. يبقى يا بابا ينظف الناس اجسامهم. اجسامهم وملابسهم وجوازهم مياه نهر النيل. وادواتهم من مياه نهر النيل. اما جالنا بابا تعليمات من اداره الاكاديميه، اكاديميه المستقبل المحترمه، قال لك وانت بتحط الاختبارات اللي بتدرب بها الاولاد على الاختبارات في السفاره ان شاء الله، حاول تجيب الحاجات اللي ممكن تقف تكات قدام الاولاد ويشتغل معاهم. احنا حلينا اختبارات كتير جدا في الكتب الخارجيه، وحلينا يمكن كل اختبارات ابنائنا في الخارج، ابنائنا في الخارج. كمان يا حبيبي لازم انا اجيب لك تكات ممكن تقف معاك. هنا قياس فهم قرائي يا حبيبي. هنا اما يجي يقول لي ينظف الناس، ما فيش كلمة تنظف الناس، تلاقي كلمة ينظفون، يبقى هي الإجابة بتاعتها. أعرف إزاي يا بابا تتعامل مع القطع المتحررة يا بابا. تمام حبيبي، شكرا لك. تعالى لي يا كريم كركر. تعالى لي يا كراميل. وحشني كريم، وحشني مستواه الرائع. نفتح لكريم الصوت. تعالى عبادة. يعرف المصريون. حبيبي يا كركر، يلا حبيبي كراميل. يعرف المصريون، ها؟ فضل نقط. فضل لي. أنا مش سامع يا كركر. فضل النيل. فضل النيل. ويقدرون إيه يا كركر؟ ويقدرون فوائده العظيمة. الله عليك يا ابني، الله عليك يا كريم، يا جميل يا كركر يا عسل. شكرا لك حبيبي كركر، شكرا لك حبيب أستاذك. طيب نطلع تاني حبايب قلبي. وناخد حبيبة قلبي بسمة. معايا يا مستر. مين معايا يا ولاد؟ أنا سما. سما؟ آه. أنت متنكرة باسم تاني يا سما؟ يلا حبيبتي اتفضلي يا سمسمة. أنا ينبع نهر النيل. أيوه حبيبتي، نرجع للقطعة؟ حاضر. اهو من غير ما تقولي اهو، لازم ده فهم قرائي. من اين ينبع؟ ينبع نهر النيل من اواسط افريقيا. من اواسط. البنت نطقت الالف في وسط الكلمه، ما قالتش اوسط. برافو عليكي، قالت من اواسط افريقيا او افريقيا. شربت وجميله. من اواسط افريقيا حبيبه قلبي، جميل. أحب أن أكون. ناخد مهند حبيب أستاذه. اقفل الصوت يا أحلى سما في الدنيا. أحب أن أكون مهندسا أمين، أخطط البيوت بالعلم والفنون. قل لي يا ابني معنى أمين إيه يا بابا؟ معنى أمين حارس أو حافظ. الله عليك، حارس أو حافظ. حبيبي شكرا لك حبيبي مهند، اشكرك حبيبي. احمد تعالى لي يا احمد.
بشيء من الانضباط من فضلك؟ قول لي مفرد البيوت. بقول بشيء من الانضباط من فضلك يا أحمد، اتفضل حبيبي مفرد البيوت. بيت وجمع العلم يا حبيبي، بقول لك مفرد البيوت فقط. البيوت يا بابا فيها ألف ولا. أنا عايز أحل كتير يا حبيبي من فضلك. البيوت فيها ألف ولام، ما تقوليش بيتي يا أحمد. البيت 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 يا أحمد. شكرا ليك، اغلق الصوت يا أحمد، ادي فرصة لغيرك. شكرا حبيبي أحمد. ناخد علي، تعال لي يا علي. جمع العلم يا علوة. العلم. أيوة. جمع العلم يا مستر. جمع العلم اهي العلوم. العلوم، احسنت حبيبي. لو في امكانيه في الامتحان تكتبهم تحت بعض يا بابا، نكون شاكرين لحضرتك والله. شكرا لك حبيبي. تعالي ايتن. علي ولد ملتزم، ولد جميل مهذب. شكرا لك علي. ايتن تعالي لي. ماذا أحب مروان؟ ماذا أحب مروان أن يكون في المستقبل كما تفهم من الأبيات؟ مهندسا أمين. مهندسا أمين، تمام. بس كده ولا نكمل بقية إجابتنا يا ابني؟ مهندسا أمين يخطط البيوت بالعلم والفنون. بالعلم والفنون ولا بعلمه وفنه؟ ونقول اللي احنا فاهمينه صح كده؟ جميله وفنه. جمال والله وجميلة. وكمان تقولي لي ويقوم برسم الشوارع للعابرين. شكرا ليك حبيبتي، شكرا ليك. تعالي لي يا براء، يا رائد الفضاء. حبيب قلبي، ما عمل المهندس كما فهمت من النص؟ بص يا براء، اسمع أستاذك. أما يقول لك كما فهمت من النص، تعرف إنه عايز الأبيات كلها. لو قال لك كما فهمت من الأبيات، يبقى عايز اللي موجود في الامتحان. هنا بيقول لي من النص، يعني مش عايز تخطيط البيوت بس، ده عايز كل حاجة يقوم بها المهندس. فهمت يا براء؟ جاوب حبيبي اتفضل. حبيب قلبي، ما عمل المهندس؟ انا ما سمعتش حاجه والله. الله خطط البيوت بعلمه وفنه. وفنه. وايه كمان يا براء؟ ويرسم الشوارع للناس العابرين، للطرق وللشوارع، صح كده؟ جميل حبيب قلب أستاذك، شكرا لك براء، شكرا ليك. اكتم الصوت براء، ونروح نشوف حد تاني من حبايب أستاذهم، وناخد حبيبي، ناخد جودي. تعالي جودي. نعم. أرسم الشوارع، إيه الجمال فيها يا بابا؟ يا جودي، أرسم الشوارع فيها إيه جمال؟ تعبير، اكتب يا جودة. تعبير جميل يوضح الجمال والإبداع في عمل المهندس. ولو قلتي لي حبيبتي أرسمه فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار، لقد أصبت الهدف حبيبتي.
شكرا لك يا جودة حبيبة أستاذها والله. طيب جودي تعالي تاني، خدي فرصتك تاني. عزمي يعني ايه يا جودي؟ إصراري. إصراري، برافو، شكرا جودي. النهاردة جودي باين عليها مرهقة، ألف مليون سلام على بنتي. عمر تعالالي، جمع قلب إيه يا عمر؟ قلوب. قلوب، ما دام ما فيهاش ألف ولام أجيب فعلا الكلمة اللي هجيبها ما فيهاش ألف ولام. أنت ممتاز حبيبي والله. اشرح البيتين بأسلوبك. ناخد مين؟ ناخد جنة بديع. نعم. يلا حبيبي اشرح الأبيات بأسلوبك يا بابا. ماشي. يلا يا جوجل. هنقوله اللي في البيت. حبيبي. اوكي. ومعي قلبي وعزمي الجهاد، ودي قلبي انت بعد الدين دين لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي. قلبي انا بقول اشرحي. تعلمنا يا حبيبتي يا جنة، نقول زي مستر خضر معلمنا يقول الشاعر في أبياته، ونشيل الكلمة الصعبة ونحط مكانها السهلة، فاكرة؟ ونشيل الكلمة الصعبة ونحط مكانها السهلة. هقول ومعي قلبي وإصراري للدفاع عنك يا مصر، وأعمل فاصلة لأن عزمي يعني إصراري، الجهاد يعني الدفاع. فهمت يا مستر، فهمت. يلا بطل. ويبين الشاعر أن حب مصر يأتي بعد حبه لدينه ويتمنى لها السلامة. اكتبها لي بالله عليك يا جنة، اكتبوها يا أولاد بسرعة، نص دقيقة وتتعبنا على الواتس على طول. اكتب يا بابا الشرح باسلوبك زي ما فهمتك وفكرتك الطريقه بتاعتنا، اكتبها في نص دقيقه وابعتها لي يا بابا على الواتس. يلا حبيبي. هي فين؟ شرح الابيات حبيبتي اكتبها في اي ورقه وابعتها لي على طول زي ما بتعودينا حبيبتي. اوكي. كريم عبادة تعالى. لا، عمر خطاب تعالى. عمر. نعم. ما جمال التعبير في قول الشاعر ولقلبي أنت بعد الدين دين؟ حبيبي. نعم. عارف الجمال فيها؟ لا. ولقلبي أنت بعد الدين دين، تعبير جميل يوضح شدة حب الشاعر لمصر. خلاص حبيبي؟ ياسين حبيبي تعالالي. نعم يا مستر. ونقدر استغنى عن ياسو؟ حبيب قلب أستاذه حمد الله على السلامة. حبيبي حلل لي كلمة السلامة ما دام قلت لك حمد الله على السلامة. السلامة أحللها؟ يعني إيه أحللها؟ يعني قطع 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 كل كلمة فيها مقطع. بقالها كتير مش بيجيلي أصلا حبيب قلبي. أما حطينا الامتحان، أما حطينا الامتحانات بتاعتنا حبيبي، قلنا حبيب قلبي إن إحنا يا بابا بنجيب التكات اللي ممكن تيجي للولد والبنت في الامتحان.
فمن هنا لغاية الامتحان بتاع السفارة حبيبي بأمر الله مش هتفوت نقطة مهمة علينا يا ابني، واحنا راجعنا كتير قلنا كتير النهاردة. حبيب قلبي أول حاجة ياسين تعال افتكر مع بعض الألف واللام مع بعض. طب والسين؟ اسمع أستاذك، هنفك السين يا حبيب قلبي أستاذك، هنفك السين حبيبي لحاجتين يا بابا. سين يا بابا عليها سكون مشدة يا مستر ولا نفك إيه؟ الشدة. سين ساكنة وسين متحركة بفتحة. يلا يا بابا هنحط الألف واللام، نسيب السين الساكنة تقع ولا نحطها معاها؟ نحطها معاها. هنحطها معاها، يبقى دي السين الساكنة ونقفل عليهم ياخدوا برد. هيتبقى سين بس بعدها لام ألف، ينفع نحطهم مع بعض ولا السين لوحدها؟ السين لوحدها. برافو عليك، اقفل عليها لا تاخد برد برضه. بعد كده اللام لوحدها ولا اللام ألف؟ اللام ألف، لأن حط المد مع الممدود. تمام. بعد كده في إيه يا ياسو؟ بعد كده ميم لوحدها والهاء لوحدها وبس، والتاء مربوطة لوحدها. لا ما تروحش بعيد، أنت ما جاوبتش خالص النهاردة، حلل لي كمان بلادي حقك. يلا فين بلادي؟ ما هي بعدها أهي أهي. بلادي. اوكي الباء لوحدها جميل، والالف واللام لوحديهم، اللام والالف لوحديهم نقفل. شاطر. والدال لوحدها والياء لوحدها وبس. لا يا حبيبي، بلا دي ده مد ياء، حط الدال ومعاها الياء، حط المد مع الممدود ولا ايه يا ياسو؟ حبيب قلب استاذك اشكرك يا ابني. كريم عباده تعالى لي. القمر منير، القمر تتقارب ايه يا حبيب قلبي يا عباده؟ مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه. مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ما ابدعك ما أروعك، شكرا ليك. ناخد من الأول خالص، واخد سما، تعالي لي يا سما. استطاع الإنسان الصعود إليه، ما إعراب كلمة الإنسان؟ مفعولا به، مرفوع علامة رفعه الضم. طب ركزي وخدي وقتك في الإعراب يا سما. فاعل. شفتي ازاي يا سما؟ استاذ خضر لما قال لي بيبته حبيبته، ركزي واتكي على نفسك. سما جابتها وقالت لي فاعل لانها وقفت على استطاع، وقالت من اللي استطاع، فقالت الانسان فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. صح كده حبيبتي؟ شاطر حبيب قلبي، شكرا شكرا حبيبي. كريم عباده اكتب الصوت حبيبي من فضلك. ناخد حبيب قلبي براء تعالى لي. لا تعالى لي براء، طلع لي اسم. القمر. طلع لي فعل. لا حط الالف واللام كده يا براء. المنير ينفع؟ ما ينفعش فعل يا بابا. استطاع هي برا، عاد هي برا، يحمل هي برا، يعني عندي ثلاثة فيرب حبيبهم، ثلاث أفعالهم يا حبيب، استطاع وعاد ويحمل، اتنين ماضي وواحد مضارع. استطاع وعاد ماضي، المضارع يحمل. شكرا برا. ناخد ايتم. عايز حرف وجملة اسمية يا أيتم. حرف وجملة اسمية. عايز حرف الأول. أه
إلى إلى حرف جر. طيب أنا عايز بقى جملة اسمية. خبر حبيبة قلبي، حبيبة القمر قلبي. منير استطاع خلاص 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 القمر منير خلاص، ادي المبتدأ وادي الخبر. شكرا لك يا قمر، شكرا لك يا سكر، شكرا لك يا عسل، حبيبة قلبي ايتن، شكرا لك يا ايتن. طيب ناخد مهند، عايز ظرف وبين نوعه. ظرف ظرف وبين نوعه. ظرف وبين نوعه. عارف ايه اللي ملخبطك؟ ايه؟ وخد بالك بقى اللي انا جايبه لك بضمير، ما انا لازم اجيب لك كل حاجه ممكن تجي لك في الامتحان يا مهند. ولا ايه يا ياسين؟ فوقها اهو، لو اشتغلنا انا وسما، اشتغلت انا وايتن ورحنا كده مطعم النحو العربي، وايتن عزمت استاذها على طبق فوقه، هيجي استاذ خضر يستخدم الشوكه والسكينه ويقطع فوق لوحدها والهاء لوحدها، فيبقى فوق ظرف مكان. اكتبها يا بابا، اكتبها يا حبيبي وقطعها واكتبها. شكرا لك مهند. تعال جودي، جودة عايز ضمير غائب مكان النقط في كل مما ياتي يا باب. نقط تلميذان متفوقان، حبيب قلب أستاذك. هاخد إيه يا جودي؟ هما هما أنت شربات. طب اسمعي كده عمر وهو بيجيب لي اللي بعديها. صديقات مخلصات. صديقات مخلص. صديقات عايز ضمير غائب يا علوة.